عايز اقول لكم بقى معلومه على كابتن خالد الغندور، انه بينام رافع ايده لفوق. والله مش بس بيدعي وهو نايم، والله والله العظيم. ابراهيم صلاح مدرب ال 2003 وماشيين كويس جدا. موسى يعني حراس المرمى بتوع الزمالك كانوا ماشيين كويس جدا لغايه ما توفى المسيح. الاجواد بتوع الزمالك كانوا ماشيين كويس جدا. مره واحده عواد وصبحي نسيوا الكوره. لا اله الا الله. واحد طبعا من اللعيبه اللي لعبوا للزمالك والاسماعيلي كان محمد يناير، يعني بيعرف الذاكره. شوف ده عمر كمال مرمرة بتلاقي يا مالي يا مالي يا يا مالي. يعني النباهة نباهته كرة بالعرض يا مالي دي رد على منطقة يا مالي نمبر وان على هدف يا مالي للفريق الازرق. يعني طبعا الاولاد الصغيره يعني يبصوا على الاداء ويشوفوا تاثير السجاير على كابتن محمد فاروق. يعني 200 سجاير في اليوم يا ولد يا كابتن فاروق، ده هيبقى مستواك لو يعني كملت في التدخين. عايز احكي لكم يعني على قصتي مع ابو العيلة. فين ابو العيلة؟ ها؟ نو اوكي. كابتن ابو العيلة يعني زعلان مني لغايه دلوقتي عشان خدت الشيكار بتاعه وقصيته قبل ماتش تونس. طبعا كابتن محمد عبد المنصب اول لما الاهلاويه بيشوفوا نفسهم بيتفتح الوقت يعني ايه في ثلاث اربع اجوان جايين. قالوا لاحمد الجمل يعني في يوم من الايام كده كان بيقول لي ان هو كان اسرع مني، مش عارف ازاي. نفسي اعرف ازاي وكان متخيل كده. سلام يا جمل. ايوه يا جمل. ايوه انت بتضحك عليا ما بيهزرش، اللي بيقرب من قلب ايدي التاكي. لا 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 حكم يعني تبع الكابتن يعني متحامل على الفريق الازرق. حرام عليك يا كابتن. ابراهيم صلاح عارف كويس قوي ان انا ليا فضل كبير عليه، عارفين قوي. ليه يا كابتن؟ عشان حسام حسن اول ما مسك الزمالك وانا بلعب كان فاكر ابراهيم صلاح عنده فوق كويس. وانا قلت له بقى عايز اتكلم معاه. اسالوا ابراهيم نفسه. فعايز اقول لك سال عبد المنصف ان احنا لما مسكت دجله حتى عبد المنصف ما وقعت معاه عشان بيلعب كومبيوتر كويس. وما صدش. اه والله مشيت بعد خمس ماتشات. يعني كان بيبدا هدنا كويس جدا. طب صد؟ ما صدش حاجه. دخل في الجبهه الاسماعيلي من 40 يارده. والله العظيم. الفريق الازرق بيبقى ماشي كويس جدا. كابتن اليماني بينزل يحصل لهم دروب. هي بالظبط داس عليها محدش قابله. حسام غالي وهو بيجري وراه داس عليها تاني شاطها من بره ال 18 جول. طبعا السبرنت اللي ضربه كابتن مدحت ده يعني في طبعا قدامه ثلاث حجوره بالليل في الاماريه. يعني لعيب طبعا عنده شخصية كبيرة. حازم أول ماتش لعبه ماتش قمة عمل ماتش كبير جدا لو تفتكروا. عمل مشكلة يا كابتن؟ ولا يعني ده كابتن أحمد حسن كان يعني إيه يعني بيحتويه بس الكارير عالي شوية.